إذا هذا المثال الآن هذا المثال يشبه المثال السابق. أنا أخذت نفس الكنترول سيستم السابق اليوم هي بول فول زون التايم كونستانت 4 سكند بس البول وين؟ ناقص ربع. التايم كونستانت هون 3 سكند بس البول وين؟ ناقص ناقص دول. التايم كونستانت هون 2 بس البول وين؟ ناقص نص. إذا عندي 3 بولز كلهم ريل ولولا أنهم ريل ما بدخل أفصلهم في الكنترولر سيستم 3 بير فول سيستم. هذه نقطة مهمة كمان. هاي النقطة بتقول لي إنه كثير من العمليات الصناعية كثير منها بتكون عبارة عن سيستم أو بلانت فيها first order delay. لما ركبتهم in series مع بعض يعني واحدة من البلانتس مثلاً بتكون إنه الالكتريكال سيجنال مثلاً تدخل على سيركت. هاي السيركت مثلاً first order. الاوتبوت منها مثلاً بروح على فالف. الفالف هذا كمان first order. الفالف لما يتحرك بيفتح وبمر steam مثلاً أو fuel. وهذا الجزء هذا first order. وبعدين بتدخل مثلاً على heater. كثير من العمليات الصناعية بتطلع عليها بتلاقي إنها عبارة عن series of first order systems. بس لما حطيت series of first order systems ثلاثة منهم شو تحول السيستم هذا؟ أوكي؟ واضحة هاي النقطة. كثير من العمليات الصناعية حتى السنسر لو أنا جبت ثيرموكابل اللي ماخذ منكم سنسرز مين ماخذ سنسرز؟ السنسر لما تأخذ السنسر لو أنت بدك تعمل الموديل الترانسفير فانكشن إحنا هون الترانسفير فانكشن البسطين معتبرين إتش أو إس قديش واحد بس أنا لو بدي أكون دقيق في بعض عمليات ما بقدر أحمله هذا لو عندي هون ثيرموكابل الثيرموكابل له تايم كونستنت إذا الثيرموكابل له تايم كونستنت شكله شو راح يكون الترانسفير فانكشن تبعته؟ راح تصير زي واحدة من هدول مثلا الثيرموكابل التايم كونستنت تبعه يتوصل 7 سكند يعني 1 على 7 إس زائد 1 مضبوط؟ إذا هذا الثيرموكابل عم بيعمل ديلي في اللوب إذا لما بسكر اللوب H of S مش واحد هون إذا إيش بتصير اللوب الجديدة؟ الترانسفير فانكشن الجديدة بالنيجاتيف فيدباك واحد J of S على G of S على واحد زائد H of S G of S H of S بطلت واحد وهدول عبارة عن عمليات صناعية مختلفة يمكن تانك بعطي لتانك بعطي العملية بلاقيهم كلهم هدول أعطوني ثيرد أوردر سيستم إذا قليل جدا لما أنت في العالم الواقع تلاقي إنه سيستم هو عبارة عن فيرست أوردر سيستم فيرست أوردر سيستم أبسط من أبسط السيستمز اللي تحكم فيها لكن هون التعديلات بدها تصير لما تصير دورك صار في خطر ايش؟ ايش الخطر اللي دخل عندي جديد بالثيرد اوردر سيستم؟ اللي شفناه اليوم بصير انستابل انستابيلتي لانه عندي 3 بولز حتى لو كانوا كلهم ريل ونيجاتيف لما بديت ازيد كي وي كي عندي هاي هون كي عندي لما بديت ازيد كي ايش صار بالسيستم على 8.7؟ صار انستابل اذا كي لحالها بي لحالها ما بتنفعني هون هلا انا هون عملت بي اي كنترولر انا استعملت الطريقه تبعت اوجاتا زي ما حكيت الماضي اوجاتا بفضل او طريقه اوجاتا كاتسوهيكو اوجاتا في كتابه مودرن كنترول انجينيرنج بفضل انه يحط الجين الكلي ويسميه كي مش كي بي يحطه برا وجوه يحط البي خط مستقيم يعني واحد الاي يحطها واحد على تي اي اس ولما نيجي على الدي كمان شوي شو بحطها تي دي اس بالسكندز يعني هاي وحده التي 1 بالسكندز وحده التي دي راح تكون بالسكندز فعندي هلا عباره عن بي اي كنترولر، الجين الكلي تبعه كي هو 2 و2 راح ينضرب في هذا، راح ينضرب كمان 2 في هذا، هون عندي انا ماخذ تي اي 10 سكند. فانا راح اخذ مزيج من التي والاي. المشكله اللي كانت تواجهنا قبل شوي باستعمال بي لحالها انه هذا السيستم كان فيه كومبرومايز ما بين الاوفر شوت والستيدي ستيت ايرور، والخطوره كمان على قيمه معينه من كي صار عندي السيستم انستيبل. فاللي بيصير هلا من ناحيه واقعيه بالعمليات الصناعيه ما بوصل كي القيمه اللي حاولت اوصلها قبل شوي بنزله يعني بحطه 2 3 مثلا وبعدين اي ستيدي ستيت ايرور عندي بتخلص منه بزيد هذا لحد ما الاوفر شوت يكون مقبول وبعدين ايش بعمل هون بتخلص من الستيدي ستيت ايرور باستعمالها لو حطيت اي لحاله السيستم راح يصير انستيبل لو انا ما حطيتش هون تي لو هذا الباث مش موجود لو سكرت فتحت هذا الباث وحاولت اعالج الوضع باستعمال اي لحالها احتمال كبير السيستم هذا يصير انستيبل بسبب الاي لانه الاي بعطيني بول وين؟ الاوريجن تمام خلينا نعمل لهذا السيستم رن على 2 و10 بعرف هاي احسن قيمه هلا بنشوف او اذا بدكم خلينا ننزل هاي القيمه في البدايه رح نحط هون واحد هلا هذا لو بدي الغي انا اثر الاي ايش القيمه اللي بدي اضربها باس؟ واحد لا بوينت واحد بتقسمه لا لو بدي الغي اثره تماما واحد على 10 لو بدي الغيه تماما كان ما فيش اي انا ممكن افتح الخط طبعا بس بدون ما افتح الخط ايش قيمه الاي؟ لا انفينيتي انفينيتي تمام لو هذا الرقم كبير جدا لو كان هذا كبير جدا انفينيتي راح يصير واحد على انفينيتي زيرو هذا الباث كانه اختفى لاحظوا
اي معكوسه تي اي معكوسه مش تي اي زي. تي اي زي رح تعطيني انفينيتي هون ما بتنفعني بس تي اي هون كبيره جدا كانها تلغي هذا الاثر غيره اذا رح اخلي هلا هاي مثلا اكبر شوي رح اخليها مثلا 100 هلا كانها مش موجوده في البدايه فكانه رجعنا احنا تقريبا للتي نشوف السلسلة اللي احنا شفناها قبل شوي انا ايش التنين اللي بدخلهم هون انا بدخل هون الايتر المفروض اني بدخل الايتر حتى تشوفوا كيف عم بيعملوا الانتجريشن هي شايفين هذا اللي هون هذا الايتر انا عم بفرجيك الايتر كيف عم بنعمل له انتجريشن الايرور عم بنعمل له انتجريشن باستمرار لحد ما الايرور يبطل زيرو بيبطل في زياده في هذا الامر هلا احنا هون عندنا الريسبونس ايش رايكم بهذا الريسبونس غير مقبول يعني في فترة طويلة قبل ما اتخلص من الستيدي ستيت ايرور، ليش عم باخذني فترة طويلة حتى اتخلص من الستيدي ستيت ايرور؟ لأنه كان الأوفر شوت كان ليش؟ لا لا كنت يمكن هاي بديش تجيبها طبعا خلينا ننزل هاي شوي ايش عم بيصير عندي هلا؟ هذا الريسبونس ناتج عن قطعتين مضبوط؟ القطعه هاي اللي فيها اوفر شوت بين شوي منه ناتج عن مين؟ على البروبورشنال هذا الخط اللي عماله بيطلع 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 بيقترب اختفى السيتي ستيت ايرور عندي هون؟ لا تقريبا اختفى هون بعد هاي الاوتوسبيل ما بعرف بتغير معنا بتطلع هذا هون لاحظين كيف اختفى السيتي ستيت ايرور بين الانبوت والاوتبوت مين اللي خلاه يختفي؟ انتجرال هي الانتجرال اللي عم بزيد من هون لكن هل هذا مقبول الاختفاء ستيدي ستيت ايرور بطيء شوي مضبوط وحتى الريسبونس هون كمان بطيء راح ازيد الكي اول شيء راح اخلي الكي مثلا 2 راح اخلي هذا 2 ونعمل رن مره ثانيه هلا تحسن شوي اللي هو مضبوط بس لسه هون في منطقه عملوا فيها ايرور نزيد كي كمان راح نزيد كي لاربعه مثلا خلينا نشوف هون شو بصير عندي هلا ايش رايكم بهذا الريسبونس؟ مقبول بنزل مشروط ماشي بس مقبول بس ممكن احسن شوي شو ممكن اعمل؟ اقلل الكي ايش بقلل الكي تمام اذا قللت الكي راح اقلل الاوفر شوت وبعدين ايش بعمل عشان اتخلص من الستيدي ستيت ممكن ازيد الاي شو يعني بصير بغير هلا بالاي والكي فخلينا ننزل الكي شوي خلينا ننزل الكي بحيث انه يحقق عندي الاوفر شوت اللي انا بدي اياه خلينا نشوف ثلاثه اذا كانها مقبوله ثلاثه يعني هون عندي تقريبا 20% يمكن شوي عالي 20% خلينا اخليها 10% فخلينا اعمل هاي مثلا 2.5 تقريبا مقبول يعني يمكن هون 10 اكثر شوي من 10 هلا عشان اتخلص من الستيدي ستيت ايرور بشكل اسرع شو بعمل؟ اذا بقلل الدي اي بل بزيد الايفكت تبعها خلينا ننزلها زي ما كانت 10 السيستم هيك مقبول اذا حاسس الاوفر شوت كثير ممكن ننزله كمان شوي ننزل هذه مثلا ب2 الريسبونس مش بطال كويس ها حلينا المشكله اللي كانت عندي قبل شوي انا اضطريت اضل ازيد كي ازيد كي وازيد معي الاوفر شوت ولسه ستيدي ستيت ايرور مش مقبول ملاحظين الاي ايش عم بيعمل؟ بدا في عندي ايرور في البدايه مضبوط شو عمل؟ بدا يعمل له انتجريشن ليش هون بطل هذا يزيد؟ ما في ايرور لانه الايرور صار زيرو لما الايرور صار زيرو بطل يزيد بس حافظ على قيمته النهائيه هاي 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 انتجريتر هاي قوه الانتجريتر الانتجريتر شو بيعمل؟ ما بيرجع لزيرو لما الانبوت زيرو شو بصير فيه الاوتبوت تبع الانتجريتر لما الانبوت تبعه يصير زيرو؟ بس ضل محافظ على اخر قيمه كانت موجوده فيه الانتجريتر كانه نوع من الميموري شو هو بجمع؟ لو عندي انا تانك وبعبيه مي طول ما انا عمالي بضخ المضخه بتضخ شو بصير في مستوى المي؟ بتزيد لما بضخ المضخه شو بصير مستوى المي يرجع لزيرو؟ شو بضل؟ بضل لاخر نقطه وصلنا وهذه هي الانتجريتر، التانك عباره عن انتجريتر مضبوط بالنسبه للمي بالنسبه للفلو هو الريت اوف تشينج التانك
الارتفاع المي في التانك هو الاوتبوت، يعني هذا هو كونستنت واضح انه كونستنت، وهذا دليل على ايش؟ على انه ستيدي ستيت ايرور صار زيرو. ماشي؟ هذا تطبيق ممتاز جدا وهذا دعم. طبعا مش حكيت انه البي هو عشان مرات بيعمل انستابل صحيح، والاي بتيجي لحالها ممكن تعمل انستابل لانه بتعرف الاوردر صح؟ طب دكتور البي مع الاي مش برضه بات لا انا خففت الفاليو، سؤالك كويس بس انا خففت الفاليو كثير تبع كيب. قديش الفاليو تبع كيب استعملته هون؟ قديش الفاليو اللي بيعمل هذا السيستم انستابل؟ 8.7 الفرق هائل بين 2 وال 8.7 صحيح. يعني دكتور هسه في حال ممكن يوصل الانستابل فيها؟ طبعا 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 طبعا. هلا زيد الكي هون، زيد الكي ل 8 او 9 راح يصير سيستم مباشره انستابل. طيب رجع الكي هلا ل 2 وزيد الاي. قلل الاي دكتور شو بصير؟ اذا شلنا الاي، اذا شلنا الاي قلل الاي، خلي الاي رح ترجع زي ما شفناها قبل شوي. لا لا الخمسه مثلا ماشي. هلا خلي هاي مثلا 9 اوكي، وهاي بدك نغيرها انا ممكن الغيها تماما رح يضل السيستم انستيبل. يعني حط هلا هاي مثلا 200 اذا بدك 200 تقريبا انا لغيتها، يعني تقريبا لغيت الاي او خففت من الاي السيستم برضه انستيبل. واضح؟ هاي دكتور خلي الكي 2 والتي اي مثلا 5. طيب نعمل هذه الاثنين ونبدا نزيد الاي مش هيك قصدك؟ نزيد الاي اقلل يعني اقلل التي اي بحيث اني ازيد الاثر تبعه. خليها 50 مثلا، خليها 50 كان 10 هذا صارت ضعف القوه السابقه تبعتها. هاي عندي برضه ريسبونس كويس بس بزيد الاوفر شوت دكتور. صحيح صحيح زاد الاوفر شوت. هلا زاد الاوفر شوت لانه هو عماله هون الاي عماله بيساعد بزيد الاوفر شوت، عماله بيساعد الاوفر شوت، بزيد الاوفر شوت بيعمل انتجريشن بسرعه. هلا هو ممكن الاي لحاله يعمل السيستم انستيبل. يعني شوف راح انزل هذه لواحد وراح الان الغي الكي بارت. صار عندي بس اي كنترولر مضبوط، هذا بس اي كنترولر. شوف كمان كيف بيعمل السيستم انستيبل. وخلينا نجرب الان، خلينا نجربها اول شيء هيك نشوف شو بيطلع معي. السيدي ستيت ايرور مقبول بس الاوفر شوت خيالي مضبوط. قديش وصل عندي؟ 60%. نبدا هلا نقوي الاي يعني نظهر التي اي. خلينا ثلاثة بنعمل رن خلص قريبا السيستم بصير انستيبل. صار انستيبل اوكي. اذا اي لحالها ما بتحل المشكله وبي لحالها ما بتحل المشكله، انا ضليت ازيد اي. هلا اي لحالها بتبدأ ستيدي ستيت ايرور بس الاوفر شوت في مشكله، بي لحالها مثل نفس اسمه ستيدي ستيت ايرور رح يزيد الاوفر شوت. اثنين مع بعض حلوا المشكله، كل واحد لحاله ممكن يعمل سيستم انستيبل، رح اوصل مرحله معينه السيستم بصير انستيبل. لاحظوا في نقطه مهمه كمان، انه احنا لما ضفنا الاي ضفنا هول في الاوريجن، هي البول في الاوريجن، هي الثلاث بولز الاصليه تبعت السيستم الاصلي. هلا هدول اسرع رح يتحركوا هدول هيك، وهدول رح يوصل لهي بسهوله اسرع من الاول لانه صار اربع بولز. البول الجديد اللي حطيته في الاوريجن سحب الروت لوكس للمنطقه، رح نحكي عن الروت لوكس اللي هو المسارات، فصار قطعه للجي اوميجا اكسس اسرع، اسهل اني يعني اسهل انه يصير سيستم انستيبل. اذا بالثيرد اوردر سيستم بهاي الحاله البي ممكن يعمل ان ستيبل، الاي لحاله ممكن يعمل ان ستيبل. استعمال البي والاي، الاي راح يتحكم بالستيدي ستيت ايرور والبي ممكن اضل ازيده بحيث انا احط جود سبيد اوف ريسبونس بس ليميتد اوفر شوت. في اسئله هاي غير هيك؟ نفس الشيء انا عامل هون، هاي غيرتها اللي هي تو ماتلاب فروم ماتلاب.